مستعد ورجيك شو عم يصير باللفه الثانيه. عم ينطبخ انوس. صحة 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 حبيبي صحة. شوف شوف والله ضبطوني اليوم. لو ما تزوج خايف ما عملنا هيك. والله انا اصالة استحت تعمل هالاشياء اللي حلوة هي. شو عم يملك هلا ابو خار؟ هلا عم يملك وسيم. شو عم بيصير فيه هلا؟ هلا بعد الفيشل فقرة الميك اب. الله خايف مو لهالدرجة بحبه. نعيما يا انس نعيما. وسيمو انس تعرف طالع مثل مين؟ بتعرف بتلاقيهم على الصور بابواب الحلاقين صح؟ موديل موديل. الله يا انس شوف شوف انا اليوم اول مره انس يعني برد علينا. ايه وبيغير عاملين له ستايل اليوم. يا سلام وسيم اقنعني. الله وسيمو ظبطني اليوم. الله يا انس حتى فلتر مو لازم اليوم. يا سلام بس ما تشوفها ساره لانه ايوه. شو ردك انس على الموضوع؟ نو كومنت. نو كومنت. لا في كومنت في كومنت. مستحيل يصير نو كومنت للموضوع الخير اكثر من اصاله. اصاله انت عارفه مكانك بقلبي. مستحيل اعمل اي شيء من هالشغلات اللي عم يحكيها. حتى لو شعره حيني. حتى لو شعري حتى لو منظره نظيف. خلص سكر كمان. شو جينا على تكسيده هلا عم اختار الطوبه. عم حاول ما ابين قبل فيني لانه وراي عم اختار الله. ما بدي حدا يزعل. ايش ورجيت لوني قبل يا جماعه الدنيا بدون مبالغه تقريبا قبل شيء 20 او 25 شب لبس من هون. الوضع دمار صار له تقريبا شي ثلاث ساعات قبل نخلص و بس وراي مسلطن. الله يا نصير. الله قلبي عليك. الله غني 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 فوق. الله حتى الكلب هذا عم يجيب طاقة. انا ورب الكعبة قتلنا انس. طعنا بخنجر مسموم طاعون عواس الاسود. انس ضل بدلتين بيكون اسكل بدلات المحل يعني الحمد لله. رب الكعبة قطع النسوان في الاهتمام. شو قصدك يعني؟ يعني بيهتم بالنسوان؟ لا بيهتم اكثر من النسوان يعني فاشل والموضوع يعني طول اكثر من ما اصلا طولت الاختيار هذا مما لا شك فيه. بس اتوقع الريزلت بيكون حلو. شو رايك؟ خلص تعبنا صرنا ساعتين ثلاثه بعطينا الريزلت. اي ساعتين ثلاثه اربع ساعات صرنا بالمحل. يا انس سمع اكتشفت انه انس ايوه بيلبس جراب بعدين شوز يمين بعدين جراب بعدين بس هو بالعاده على فكره ما يعني بالعاده الواحد بيلبس جرابات فوق وشوز تحت يعني ما بيلبس شو يعني جرابات فوق وشوز تحت بيلبسوا الاثنين مع بعض. شو يعني جرابات فوق وشوز تحت؟ المهم انك هلا سويت ساك شو ساك شو مصيبه هاي. سبحان الله عم طلع على رجلي في تامل غريب. ورب الكعبة غريب. بدي شكرا السلام. الله الله عاملين له اجواء لضيفنا قبل